السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لمعلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش فتح حساب البنكي في بنك أقرض الشعب الجزائري باش نقدر نفتح حساب، كذلك اسكو نقدر نسحب الأرباح نتاع اليوتيوب والأدسنس في هذا البنك أقرض الشعب الجزائري. خاطري دوك نروح إلى البنك ونسخسيهم ما هو الملف وكذلك شحال المبلغ، وكذلك خاوتي ما نقدرش نصور داخل هذا البنك، ممنوع التصوير داخل هذا البنك. خاوتي نروح بعيد ونرجع. خاوتي هذا هو البنك قرض الشعب الجزائري. خاوتي بغيت نوريه لكم في الفيديو باش تكون على بالكم. خاوتي ممنوع التصوير داخل هذا البنك، كاع جميع البنوك ممنوع التصوير داخل، لكن دون ربما المشكله بغيت نوري لكم. هذا هو خاوتي، هذا هو خاوتي، شو معي مليح، هذا هو البنك بتوريه لكم باش تكون على بالكم. هذا خاوتي البنك، هذا هو البنك خاوتي، قرض الشعبي الجزائري، هذا هو البنك. دوك ندخل الداخل ونشوفوا الملف وشحال المبلغ باش نقدروا نفتحوا حساب البنكي، وكذلك اسكو نقدروا نسحب الارباح في هذا البنك ولا لا. خاوتي ما تروحش بعيد ونرجع لكم. خاوتي راه عطاونا الملف نتاع قرض الشعبي الجزائري بنك هذايا، عطاونا الملف. درك نفهمكم كيفاش تعمر هذه المعلومات، وكذلك باش تقدر تسحب الارباح. قالوا لي تقدر تسحب الارباح بالعملة اورو نتاع الادسنس ولا تاع يوتيوب اللي بدون اي مشاكل. قال لي لازم الى مبلغ كبير، مثال 1000 اورو 2000 اورو، مهم اورو، اذا كان مبلغ كبير قال لك لازم يعطينا اثبات التحويل. اذا كان مبلغ تاع 50 اورو تاع 60 اورو تاع 100 اورو 200 اورو قال لي نورمال عادي، قال لي تقدر تجبدهم عادي بدون اثبات، عادي بدون اي مشكله. المهم هذا هو البنك خاوتي قرض الشعبي الجزائري، هذا هو البنك خاوتي عقلوا عليه، بعطيكم كل شيء بالتفاصيل باش تكون على بالكم. وكذلك هذا هي ثاني بنك راهو مليح، ماهوش نقول احنا صعوبات ولا بنك، هذا هو خاوتي بنك تكون على بالكم. المهم نعطيكم كل شيء بالتفاصيل باش تكون على بالك كيفاش تفتح حساب البنكي في بنك قرض الشعبي الجزائري. المهم خاوتي دوك نرجع لكم. هذا هو الملف اللي يعطوه لك في بنك خاوتي، شوفوا معي مليح، هذا هو الملف ياك، هذا يعطيك البنك تاع قرض الشعبي الجزائري، طعمه فيه جميع المعلومات ياك، وكذلك الملف المطلوب شهادة الميلاد، بطاقة إقامة، بطاقة التعريف الوطنية، وكذلك 30 أورو تفتح حساب البنكي بالعملة في أورو 30 أورو، ويفرضوا عليك لازمك تفتح دينار جزائري، لازم تفتح عندهم 200 دينار، نفس الملف، ملف واحد يفتح لك فيه الأورو وكذلك الدينار 200 ألف والأورو 30 أورو. قلت لهم أنا نربح من اليوتيوب ونحوس نسحب الأرباح نتاعي، قال لي شوف إذا كان مبلغ كبير، إذا كان فيه مثال 1000 أورو ولا 2000 أورو قالوا لنا لازم لك جبنا إثبات التحويل. إذا كان الأرباح تاعك مثال 50 أورو 70 أورو 100 أورو 200 أورو 300 أورو قالوا لي عادي بدون أي مشاكل، قالوا لي تقدر تسحب الأرباح تاعك عادي، ولا أي شخص يبعث لك منه 200 أورو ولا 300 أورو قال لي عادي بدون إثبات التحويل. هذا البنك عجبني خاوتي، ننصح كاع المتابعين ولا يتفرجوا هذا الفيديو روح افتح حساب البنكي في قرض الشعبي الجزائري، راهو مليح خاوتي ما فيش مشاكل خاوتي. نسبة بطاقة فيزا كارد قالوا لي راها غالية، فيزا كارد عندهم خاوتي غالية، قال لك لازم تحط عندك اقل مبلغ هو 1000 اورو باش دوموندي بطاقة فيزا، ومن بعد شهر او شهرين تقدر تسحب الاموال تاعك 1000 اورو هذه. انا ننصح المتابعين توعي ولا يتفرج هذا الفيديو روح افتح هذا حساب البنكي في قرض الشعبي الجزائري باش تقدر تسحب الارباح نتاع اليوتيوب ولا تاع الادسنس ولا المهم مهما كان الارباح تسحبهم من هذا البنك. الملف تروح البنك يعطوك هذا الملف تعمر فيه جميع المعلومات او جميع المعطيات، وكذلك الملف هو شهادة الميلاد، بطاقة إقامة، بطاقة التعريف الوطنية، وكذلك 30 أورو وفوقها 200 ألف نتاع دينار جزائري، هذه تكون على بالك. ومن بعد يعطوك الريب تربط حساب البنكي تاع قرض الشعبي الجزائري مع حساب الأدسنس باش تقدر تسحب الأرباح نتاعك بهذه الطريقة خاوتي.
المهم خاوتي عجبكم هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.